السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله تكونوا تمام. هاي بنكمل بدورة تعليم اللغة السويدية المكثفة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، صفحتنا على الفيسبوك دورة تعليم اللغة السويدية المكثفة، وقناتي الخاصة على اليوتيوب يا كان سفينسكا. بتمنى انكم تعملوا لايك وشير وكومنت اذا عم تستفيدوا من القناة، اذا ما عم تستفيدوا من القناة على راحتكم، وان شاء الله يا رب تكونوا عم تستفيدوا. طبعا تعليم اللغة السويدية، إذا بنكمل بسلسلة تعليم اللغة السويدية كلمة وجملة. مثل ما اتفقنا كل يوم 10 كلمات مهمة في 10 جمل. اليوم وصلنا الحلقة رقم 12. ناخذ أول كلمة هي إي بوريان أوف. إي بوريان أوف معناتها في أوائل أو في مطلع أو في بداية. ناخذ جملة إي بوريان أوف فبراير 2005 اللي هو. ناخذ جملة جديدة كمان إي بوريان أوف سومرن. وأول جملة معناتها في أوائل فبراير يعني الشهر الثاني، وفي بداية الصيف الجملة الثانية. إيبوريان أوف، إيبوريان أوف فبراير تشوين رافيم، إيبوريان أوف سومرن تشوين رافيرا مثلا 2004. في أوائل، في بداية، في مطلع. ناخذ كلمة جديدة إيميتن أوف. إيميتن أوف معناتها في منتصف، مثلا إيميتن أوف مونادن يعني معناتها في منتصف الشهر، في نص الشهر يعني. مثل هلا بنص الشهر بينقطع الراتب وما بيطلع لنا مصاري وبنضل قاعدين بالبيت 10 ايام يعني. المهم إيميتن أوف مونادن في منتصف الشهر. إسلوتت أوف معناتها في نهاية، في نهاية. إسلوتت أوف أورت ومعناتها في نهاية السنة، هي نهاية السنة. ناخذ كلمة كمان موتة معناتها عسى. موتة هانكم مسنات معناتها ان شاء الله انه هو يجي قريبا، يعني ان شاء الله بيجي قريبا. موتة مو كتير مستخدمة، بس يعني مع بعض الناس بيحكوها او هيك قليل فينا نقول. بيستخدموا اكتر شيء هوب اسعد، هوب اسعد هنكم مسنعت يعني بتمنى انه يجي هو قريبا. ناخد كمان كلمة فيكتيغا ار معناتها من المهم ان، من المهم هو، عفوا المهم هو. مثلا ديت فيكتيغا ار انت var du är utan vart du vill och vart ska du vill kan man få fyrt ord. ليس من المهم أن ليس من المهم أين تكون أنت، إنما إلى أنت، إلى أين أنت تريد أن تذهب. في هنا إلى، إلى أين بمعنى vart إلى أين. إذن ليس من المهم أين أين أنت تكون، وإنما إلى أين أنت ذاهب؟ يعني مو مهم أنت وين، المهم أنت لمن رايح، شو عم تعمل، شو عم تساوي بحياتك. هي مجرد جملة بس نتعلم فيها كيف نستخدم الديفكتيا. كمان ناخذ جملة جديدة موستي. موستي كلها نعرف إنه هي معناتها يجب، مثلا يا موستي غونو أنا يجب أن أذهب الآن. كمان نوغوت موستي يوراس، نوغوت نوت موستي يوراس يعني انه شيء ما يجب فعله. وهي صيغه المبني المجهول لما نضيف اس ان شاء الله قريبا بالدروس الجايه رح نحكي عليهم. اذا شيء ما يجب فعله يعني في شيء لازم نسويه، لازم نعمل شيء بصيغه المبني المجهول not must يورس. wenn wird مين بيعرف. بكل بساطه wenn wird انت عم تحكي قصه معينه بتقول مين بيعرف، الله اعلم. wenn wird ما حدا بيعرف، أو بمعنى مين بيعرف. wird du wad، wird du wad معناتها بتعرف شو. wird du wad بتعرف شو، بكره انا طالع على سوريا، بكره بدي اعمل كذا، بدي تعرف كذا كذا هيك يعني. الواحد هدول الكلمات بيساعدوا على المحادثة يعني. فوغر معناتها انه يجرؤ، يجرؤ هذا فعل هون بصيغة الحاضر هون حاطينه يجرؤ. هو فوغر دو يعني انه كيف تجرؤ، كيف تجرؤ على فعل ذلك مثلا يعني. كيف تجرؤ او لحالك كيف تجرؤ يعني كيف تتجرأ انك تحكي معي بهالطريقه او الى اخره. او يا فوغر انت انا ما بتجرأ اني اعمل هيك او اسوي هيك الى اخره. كمان اخر كلمه على ما اظن كريا بوداي معناتها عليك العافيه يعني بمعنى نرجع شوي. لما بتروح تزور حدا او حدا مرضان او مرشح او مثلا مفقوش اصبعته ولا شيء شغله بتقول له عليك العافيه، معافى ان شاء الله. كريا بوداي، كريا بوداي عليك العافية. لا تنسونا مصالح الدعاء. شكرا لكم، بتمنى انكم تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب، وتابعونا على الفيسبوك على اليوتيوب. شكرا كثير لكم. تاك هي باي، مع السلامة. شكرا، باي.